وقف الخلق ينظرون جميعا، ولكن ربما كان تعبير وقف الحال أكثر ملائمة للوضع السياحي في مصر والقاهرة خصوصا، على الأقل من وجهة نظر العاملين بقطاع السياحة وخدماتها كمحمد الذي يروي لنا الأسباب من وجهة نظره. طبعا في مظاهرات في التحرير وفي مظاهرات في الاتحادية والأجانب بتخاف، والمنطقة واقفة زي ما انت شايف كده، ما فيش شغل خالص ولا 5%. على المستوى الحكومي تعاني الدولة المصرية من تأثير عدم الاستقرار على اقتصادياتها إلى الحد الذي لا يمكنها حتى من الاستدانة، كما جرى في تأجيل قرض 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. لكن التأثير يمتد لحياة شريحة واسعة من المصريين الذين تعمل نسبة كبيرة منهم بشكل مباشر وغير مباشر في قطاع السياحة. ما فيش سياحة في البلد عشان بسبب المظاهرات دي، يعني بنروح كل يوم بعشرة جنيه، هتعمل ايه العشرة جنيه؟ ما فيش شغل خالص، البلد واقفة عشان المظاهرات وفي التحرير ومش عارفين الدنيا دي هترسى على ايه. وفي حين هبط سعر صرف الجنيه المصري إلى أدنى مستوياته منذ سنوات عدة أمام الدولار، وترافق ذلك مع تأجيل قرض الصندوق الدولي، فليس أمام الحكومة المصرية سوى الاستمرار في الاعتماد على منح وقروض خاصة من دول النفط الجارة أو الولايات المتحدة. ناصر فرغلي، بي بي سي.